قبل سنوات حج رجل ومعه 4 نساء، واحدة منهن فريضتها، ورمى الجمرات الثلاث عنهن بالتوكيل، فهل عليهن شيء؟ وإذا كان عليهن دم فأنى يذبح؟ فأين يذبح؟ وعلى ما يوزع؟ وأين يوزع؟ توكيل يجوز عند التوكيل في رمي الجمار، يجوز عند العذر والحاجة، إذا كان عليهن خطر من الزحام أو هن مريضات ولا يستطيعن الرجم بأنفسهن، ووكلا وكالة صحيحة والرمي صحيح. أما إن كان وكلا وهن يقدر على الرمي ولا في عذر، فعلى كل واحدة فدية تذبح في مكة، توزع في مكة على فقراء الحرم. نعم.